بعد أن أطلقت الأرصاد تحذيرا باللون الأصفر ودعت 12 ولاية تركية لتوخي الحيطة والحذر، مدينة سامسون التركية تغرق بالكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن حيث تسببت الأمطار في حدوث فيضانات جارفة وأدت إلى تراكم المياه في الشوارع. وغمرت المياه المحلات التجارية وجرفت العديد من السيارات، كما تم انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في المدينة، وتم إنقاذ بعض المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في سياراتهم من قبل فرق الإنقاذ، كما تسببت في انهيارات جبلية وقطع السبل بسائقي الحافلات بعدما زادت الفيضانات والسيول بسبب هطول الأمطار المستمر وسقوط أشجار ولوحات إعلانية بسبب العواصف الرعدية، وتحاول السلطات المحلية إعادة فتح الطرقات وإصلاح شبكة صرف المياه في المدينة، حيث لم تستوعب كمية الأمطار بعد أن وصلت كميات تساقط الأمطار حوالي 125 ملم، وتحذير عاجل من الأرصاد من مزيد من الأمطار في كل من سامسون والعاصمة أنقرة، كما تعطلت خدمات السكك الحديدية والحافلات في بعض الخطوط وبدأت أعمال الإخلاء في النقاط التي حدثت فيها السيول، كما ستهب رياح بقوة من 120 إلى 130 كيلومتر في الساعة وتكون من شمال شرق الأناضول والجنوب باتجاه ولايات هكاريا وشرناق، وتساقط السلوك بغزارة في المناطق المرتفعة في شرق تركيا، وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر من الآثار المحتملة مثل الفيضانات والبرق والانهيارات الجبلية واضطراب النقل والأماكن المنخفضة وتجمعات السيول وتشبع التربة وارتفاع منسوب الأنهار والرياح الشديدة والجليد.